اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. اولى فقراتنا الحواريه دايما يوم الاربعاء بقول لكم فقره حواريه دايما مميزه لسوء الحظ يعني ولحسن الحظ. الاربعاء اللي فات انا كان عندي ظرف ما جيتش والكابتن علاء برضه كان عنده ظروف ما جاش. لكن النهارده بنستمتع بالكابتن علاء مهوب وبيعود مره اخرى لفقرته المفضله. منورنا يا كابتن ومشرفنا. اهلا بك يا هاب. بقينا اسبوعين بعيد عن بعض على فكره. احنا اهو جمعنا الحمد لله. الحمد لله دايما يا رب في الخير. يعني وانا جاي مش عايز اقول لك التليفون مليان رسائل. اسال الكابتن علاء قول له كذا، اسال الكابتن علاء. انا عايزك تستحملني النهارده شويه. تحت امرك. تحت امرك كله بيسالوه. ربنا يخليك. نبدا ابدا من عندك. اتفضل. انت عامل ايه؟ انا الحمد لله كله تمام. شايف الاجواء اللي بتمر بيها قلعه النادي الاهلي الكبيره وطبعا احنا دايما كنا بنقول يا كابتن مفيش حاجه اسمها وان سايد جيم تكسب على طول وبتروح على طول. لكن الاهلي حط جمهوره في هذه المنطقه وبيأدي في الفتره اللي فاتت بشكل رائع جدا وبطولات، ولكن من الطبيعي ان بيجي وقت كده بيبقى فيه نوع من تراجع الاداء وبيبقى في مرحله تحديث فرقه. الاهلي في انهي مرحله؟ الاهلي في مرحله انت بتتكلم عليها دلوقتي يا هاب، المرحله اللي هي حصل حاجه مش متعودين عليها ولا لعيبه الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي. الجماهير متعوده دايما على مكسب وبطولات. بالنسبه للجماهير العظيمه بتاع النادي الاهلي اللي المرحله اللي فيها النادي الاهلي دي بالنسبه لهم حالة غريبة، عشان كده تحس ان الاجواء سخنة جدا، اللي هو مش ده النادي الاهلي اللي هو يخش بطولتين افريقيا ما ياخدش الاثنين ورا بعض بغض النظر على الاسباب. لكن تمام. جمهور الاهلي متعود على بطولات، دايما نادي بطولات. لكن هو في ميزة الحمد لله في جمهورنا، دايما جمهورنا ده حالة لوحده خالص، ان هو دايما معاك لو حاجة حلوة هو معاك. حاجة مش حلوة او حاجة سيئة زي ما نقول هو برضه معاك، هو معاك في كل الاوقات. زي ما هو بيقدر لعيبه النادي الاهلي على مر الاجيال وبطولات جابوها كتير قوي، عارفين لعيبه النادي الاهلي نفسها وروحها في جماهيرها، عشان كده الشعور متبادل. الناس كلها عارفه النادي الاهلي مش هو النادي الاهلي الفتره دي وجماهيره قوي الناس طبعا. لان النفس اللي بياخده الجماهير بطولات، مكاسب، اداء حلو. ليه الاهلي مش الاهلي في هذا التوقيت؟ لان في حاجات كتير قوي اتغيرت، وفي عندك حاجات مش بايدك، اصابات. مشكله كبيره جدا يا هاب لو رجعت الشهر اللي فات كم اصابات مع نجومك. معلش، ما كل فريق فيه اعمده كده وفي نجوم هي بتعمل الفرق في الاخر. 10 لعيبه و11 لعيب في الملعب، لكن كل فرق العالم، ما عشان كده انت النادي الاهلي الكبير فبيجيب نجوم كبيره. كل طبعا. الناس كده، ريال مدريد كده، برشلونه كده، يوفنتوس، كل الفرق كده. كان عدد البطولات والمباريات اللي لعيبه النادي الاهلي لعبوها مع بدايه الموسم ده لو قارنتها باي فريق في العالم، الاهلي لعب كميه مباريات اكبر من اي فرقه لعبت السنه دي. واتكلمنا انا وانت هنا وناقشنا الموضوع ده، قلت لك هو ده الضريبه اللي بيدفعها النادي الاهلي. النادي الاهلي هو سيد افريقيا زي ما بقول، بطل ابطال في كل حاجه. اي بطوله اللي هيخليها حلوه واللي هيخلي الانظار كلها تروح على مين؟ اكيد النادي الاهلي لازم يبقى موجود فيها. هي دي الضريبه اللي بتدفعها يا ايهاب. اوقات بقى الضريبه بتيجي على ايه؟ على حسابك انت اللي احنا فيه دلوقتي. اللي احنا فيه الحظ العسر ان يبقى عندك عدد لعيبه من الاصابات. طبعا واللعيبه يا كابتن بتبقى عندها روح المبادره، يعني عايزه تشارك فتقرص على نفسها، تجهز بسرعه، ما تاخدش راحتها، الاصابه ترجع لها تاني. وبالتالي زي احمد فتحي. زي احمد فتحي نموذج. دايما بضرب احمد فتحي نموذج في كل حاجه حلوه في كره القدم فعلا. والله حاجه الواحد بيتمنى يبقى فيه 5 6 لعيبه كده في كل فريق زي حاجه زي احمد فتحي، نموذج الواحد دايما يبص عليه. لكن اوقات دايما العقل هو اللي حاكم. انت عايز تلعب ونفسك وكل حاجه، لكن لا، لو انت مستليم ما تلعبش. اللي بيكلمك ده طبعا انا اسوء واحد في الحكايه دي. اسوء واحد في الحكايه دي انا. يعني انا لاعب على غضروف ممزوق سنه كامله، نادي منتخب. فهي الكره هي في لعيب بيقدر يعمل كنترول على نفسه ويتحكم كويس قوي، وفي لعيبه بيبقى خلاص عايز يلعب. زي احمد فتحي، زي ناس كتير جدا. زمان كان زمان انت لعبت سنه على غضروف ممزوق في ركبتي، منتخب ونادي، وما كنتش بعض. ده على فكره غباء كروي مني، عشان بس هو مش فرحه، ده غباء كروي. هو ده اللي عاجب اصابات حماس كتير. خليها حماس. لا بص، لا غباء اسمه، غباء مش حماس. حماس حاجه، غباء حاجه تانية. لكن دايما في حاجه شداني، بحب الكوره قوي، بحب النادي الاهلي جدا فوق ما تتخيل. مش عايز ابعد عن النادي الاهلي، مش عايز ابعد عن فرقتي كلها. جت توابع بقى مفيش داعي لذكرها. لكن الفترة اللي احنا فيها دي يا هاب، الكلام اللي دايما بنقوله هنا، انت بقى بتدفع الضريبة، ضريبة اشتراكك في بطولات كتير، بس غصب عنك عشان انت بمنتهى السهولة كده انت النادي الاهلي. ما في واحد يقول لك طب مثلا بطولة عربية، طب ما كانش الاهلي شارك فيها، طب يعني انت فاهم؟ مش هتنفع. ما هو انت، لان احنا برضو خلي بالك الكابتن خطيب ومجلس الاداره كان قال حاجة،
النادي الاهلي عليه دور مجتمعي كبير جدا. بالظبط. مجتمعي على المجتمع العربي في الوسط الافريقي في مصر. بالظبط. فبالتالي هي دي كلمه ضريبه اللي انت بتقولها كده. لان انت النادي الاهلي معمولك اهاب ايه؟ مع احترام كل الانديه اللي في الوطن العربي كله، بس اسم النادي الاهلي تحس هي الحاجه اللي محليه البطوله، الحاجه الحلوه في البطوله. النادي الاهلي يعني جماهيرك كبيره في كل حته. ما ينفعش بطوله مش فيها النادي الاهلي، ما ينفعش خلاص. لكن هي للاسف جات السنه دي الظروف معاكسه شويه. بقول لك اصابات وبعدين خرجنا من افريقيا، هنركز على البطوله العربيه ان شاء الله، في مباراه مهمه جدا بكره ان شاء الله يا رب نعديها على خير. وبكره تعدي المباراه اعتقد هتلاقي فيه هدوء شويه. لان الناس دلوقتي انت خرجت من افريقيا، طب احنا الناس عايزه بطوله، البطوله العربيه بطوله كبيره جدا وجوائز ماليه عاليه قوي، والنادي الاهلي لما ان شاء الله يفوز بالبطوله العربيه النادي الاهلي اسم كويس قوي، وهتضاف لك بطوله، كلمه بطوله للنادي الاهلي وجماهيره الى حد كبير يا اهاب بتريح شويه. اه طبعا الحلم كان الاكبر افريقيا طبعا، وانا كنت صعب بتتكلم دلوقتي، لكن تيجي البطوله ان شاء الله عربيه حاجه مش وحشه، عندك كاس ان شاء الله، عندك دوري ان شاء الله، البطولات المحببه داخل في افريقيا الجديده. يعني احنا بص يا اهاب بنتكلم على كم الاستحقاقات كانت موجوده في النادي الاهلي وانت داخل بطوله افريقيا تاني خلاص كمان شهر ولا حاجه. طبعا في شهر 11 بالزبط. يعني في الاخر الشهر ده في البطوله والضغوط بقى كابتن اللي موجوده، يعني انت بتتكلم في كم من المباريات المؤجله وضغط منافسين بيأدوا بشكل كويس، فريق النقاط بيزيد، فكل دي ضغوط على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. بص اهي انت الشهرين دول انت في ضغط ما عداش على حد في النادي الاهلي كده، فعلى جيل في النادي الاهلي. انت داخل في زي ما بقول ايه حرب كرويه، داخل على بطوله قويه جدا الدوري العام، وعندك كم مباريات زي ما انت بتقول مؤجلات، ومفيش وقت انك تريح، مفيش وقت انك تعالج مشكله، ومفيش وقت انك تضيع نقطه. دي بقى طبعا ده الضغط الاكبر يا ايهاب، انت مفيش وقت عندك تضيع نقطه واحده من كل المؤجلات دي، عشان كده زي ما انت بتقول ضغوطات كتير قوي. لكن زي ما بقول لعيب النادي الاهلي واللعيبه الكبيره دي متعوده على الضغوطات. ما ايه يعني ضغوطات؟ طول عمرنا عايشين في ضغوطات، عشان دي الضريبه تدفعها حضرتك ان انت نجم في النادي الاهلي، مطالب بحاجات كتير قوي زي ما الحمد لله دايما اسمك كده معروف الى ما شاء الله، ليك حاجات بتدفعها. لكن الحاجه الغريبه يا ايهاب الفتره دي فترة صعبة على النادي الأهلي، خلينا نيجي نتكلم بصراحة. نتكلم بصراحة، فترة صعبة في إيه؟ أنت خرجت من بطولة أفريقيا اللي أنت كان نفسك تفوز بيها ومركز كل تركيزك عليها. وخرجت بشكل لا يليق بالنادي الأهلي. خالص، لا لا لا، مفيش حد، مفيش أهلاوي على وجه الأرض يقول كلمة غير كده. خالص. بره النادي، جوه النادي، لعيبة، كل حاجة، مش هو ده النادي الأهلي، ما نخرجش كده. مع الاحترام الكامل. طبعا. لفريق الترجي، لكن ما اخرجش كده انا خالص. تمام. فالوقتي خلاص خرجت من بطوله افريقيا اللي هو كان الحلم الاكبر. خلاص ماشي، صدمه وكده وفي علاج. ودايما الفرق الكبيره والانديه الكبيره لما تحصل لك كبوه ما تنامش وتقول لا خالص. اطلع اطلع، اكيد سبحان الله الغلط ده عشان تصحح حاجات ثانيه. كارترون النهارده قال احنا بنتعلم من اخطائنا. بالظبط. وقال في اخطاء وبنعالجها وعالجنا بعض الاخطاء. فاكيد الجهاز الفني شايف مكمن الخطوره والاخطاء فيه. اكيد. وزي ما بقول لك انا ما سمعتوش خالص والله، لكن ده بقول لك اما الفرقه الكبيره ما يحصل حاجه اتعلم من اخطائك، طول ما انت بتتعلم من اخطائك انت هتبقى احسن. طول ما بتتعلم من اخطائك هتوصل للحاجه الاحسن، مش يبقى الحاجه الاحسن اسكت، لا لا خالص. الذكي اللي يتعلم من اخطائه، اخطأت، طب انا اخطأت ليه؟ عشان اصلح. بتغلط عشان تصلح، بتقع تاني مش عشان تنام، عشان تقف، تقف وحش تاني اكيد. من رؤيتك للفرقه في الفتره اللي فاتت وضغط المباريات والاصابات هنعدي الجزئية دي ونخش في بعض الأخطاء اللي أدت لهزيمة النادي الأهلي لقب الأفريقي، كانت أبرز الأخطاء في فرقة الكرة الفترة اللي فاتت إيه؟ فنياً مفيش ترابط. مش هو النادي الأهلي، مفيش ترابط في النادي الأهلي، مش شكل النادي الأهلي ده. في حاجة كمان مهمة ضاعت من اللعيبة في المباراة دي، يمكن عشان الضغوط الخارجية كانت عالية أوي اتكلمت فيها أنا وأنت هنا، حتة الروح ما كانتش هي روح النادي الأهلي. مش دول، لا 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 لا، في حاجة ناقصة. ليه؟ يعني ممكن تبقى فنيا وحش يا ايهاب. كويس. ليه؟ يعني حته الروح دي ليه؟ وعدد كبير من اللعيبه دي عندهم الروح وادوا قبل كده وشفناهم بشكل كبير. ولعيبه كبار جدا وعندهم خبرات كتيره جدا، لكن اليوم ده كان يوم غريب على لعيبه النادي الاهلي. يوم غريب وبتحصل. بس مشكلتك ان هي حصلت في النهائي. حصلت في النهائي والشكل العام. ماتش ملوش رجعه خلاص. بالظبط، انا بقول لك الشكل العام كمان وحش. مفيش حد. ال 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 اللي بيحب النادي الاهلي، اللي بيحب النادي الاهلي فعلا من قلبه وبجد، لما تحصل حاجه زي كده لا يقول لا في غلط، النادي الاهلي مش هو النادي الاهلي، مش ده يعني مش مباراه النهائيه دي،
انما ما بقاش شايف الخطا ولف وادور كده لا لا خالص. عشان تبقى كويس لازم تعالج اخطائك زي ما اتفقنا يا ايهاب. ففنيا لا ما كناش كويسين في المباراه دي. روحك وحماسك مش موجوده، وده دي بقى انا عندي استفهام اللي انا بتكلم فيها. انا ما يهمنيش بقى فني مش فني، دي ممكن بتحصل، لكن دايما ده نهائي يا ايهاب، 90 دقيقه تبقى بطل افريقيا للمره التاسعه، دي كانت غايبه. طيب. ودي اللي انا مش ليها اجابه، ودي قلنا يوم يعني من كلام حضرتك يعني يوم وخلاص وعدى. الجهاز الفني يعالج الكلام ده ازاي وعنده مباراه تساوي بطوله بالظبط؟ النتيجه اللي اتعملت في مباراه الذهاب تعادل ايجابي بهدفين للوصل، فبالتالي على ملعبه الامور افضل ليه بالظبط. ازاي في الضغوط دي كلها وفي ظل الخروج الافريقي الجهاز الفني يتعامل؟ هو تعامل اولا قبل ما يتعامل فنيا، تعامل نفسيا. صدمة الخروج كانت مؤلمة جدا يا هاب، وده اللي انا كنت عارفه عن كل اللعيبة. من بعد رجعوا من تونس خدوا اجازة 3 ايام، وثلاث ايام كانت اجازة انا متأكد انها اجازة سخيفة، ان مفيش حد، اكيد كل الناس قاعدة في بيوتها بيسمعوا طبعا ردود الافعال السوشيال ميديا، طبعا اكيد مفيش حد فرحان، فكانت اجازة بالنسبة لهم مش حلو. لكن رجعوا تاني نفسيا مستر كاتورو اتعامل كويس قوي، اتكلم خرج من البطولة الموضوع انتهى، بدأ يفكر في الحاجة التانية الجاي بقى خلاص. اصل صفحة افريقيا يا هاب اتقفلت، مش هترجع لها تاني، حتى لو خدت البطوله كده كانت هتتقفل خلاص بحلوها ومرها، هي اتقفلت عشان انت مطالب ببطوله تانيه، هي اتقفلت بحاجه باخطاء كتير، لكن عندك وقت انك تعالج، واللعيبه دي تعرف تعلمك، تعرف تعالج اللعيبه دي كويس قوي. داخل على بطوله زي ما بقول لك ايهاب، هي بطوله عربيه، لكن بعد خروج من افريقيا خدت اهتمام من اللعيبه وجماهير النادي الاهلي قوي جدا. قوي، والمباراه جايه في وقت زي ما قلت ايهاب 2-2 هنا، نتيجه مش النادي الاهلي، نتيجه 2-2 هنا مع الوصل، الوصل عمل مباراه ممتازه واتكلمنا عليها انا وانت هنا، 2-2 نتيجه مش في صالح النادي الاهلي، مطالب انك تروح ان شاء الله وتوصل الامارات ترجع وساعتها قلنا من الطبيعه يا كابتن ان اللعيب يبقى بص على الماتش على افريقي وممكن ما كنتش مركز، وده طبيعي جدا. واتكلمنا بالظبط ده، دايما احنا بنتكلم ايهاب هنا ايه قبل المباراه مهمه او بعد المباراه مهمه. يعني انا فاكر بتكلمني انت بقول لك نفسي نكسب مباراه الترجي بس مش عايز استقبل هدف، حتى انت قلت لي هدف، قلت لك لا هدف بالنسبه لنا احنا وحش هنا، بالنسبه لهم هم هيبقى عندهم دافع. الناس كانت بتفكر في افريقيا وده طبيعي، مهما تحاول تخرج اللعيب من نهائي افريقيا مش هتقدر، فخلاص خرجت من افريقيا، يبقى عندك كل تركيزك دلوقتي ان شاء الله في مباراه بكره ان شاء الله مع الوصل، ترجع ان شاء الله بفوز وتبدا زي ما بقول لك انا فوز هتهدي الامور شويه، كل الناس هتهدى، كله هيهدى ويبدأ يفكر في الكم الماتشات المؤجل اللي انت مطالب ما تفقدش فيه نقطة عشان انت بتلعب على بطولة الدوري. كان كابتن ربيع ياسين معايا امبارح وكنت بتكلم معاه في بعض الأمور الفنية، بس في أمور لازم أقف معاه يعني لازم أتكلم فيها. أما يكون النادي الأهلي بيقفل بشكل كويس جدا ولكن يبقى الاختراق من العمق من الديفندرين والمساكين في بعض الأخطاء متكررة في الفترة اللي فاتت في وسط النادي الأهلي وفي خط دفاع النادي الأهلي، اخطاء كانت واضحه، لا واضحه عشان متكرره اخطاء واضحه وفعلا متكرره. وزي بقول لك المشكله يا هاب الفتره اللي فاتت ايه، دي الوقت عندك ومبارياتك كتير، انت مش قادر يبقى عندك وقت انك تصلح اخطائك، مش لاقي الوقت ده، انت من مباراه لمباراه في اخطاء بس كانت لازم تتعالج وتتعالج بسرعه شويه، والاخطاء دي بتحصل في اي فرق في كل لعيبه العالم وكل الفرق، لكن زي بقول لك الخطأ يتعالج بسرعة لكن ما يكررش. الكلام اللي قاله كابتن ربيع والكلام اللي انت كنت بتتكلم فيه دلوقتي تكرار الخطأ، ودي الحاجة بقى اللي عليها علامة استفهام، تكرار خطأ في فرق كبيرة حاجة مش مقبولة، لازم يبقى في علاج وعلاج بسرعة شوية. نعتقد ما فيش حد هيستحمل إيهاب حاجة تحصل لفريق النادي الأهلي تاني، بمنتهى الصراحة كده ما فيش حد هيستحمل. جماهير الأهلي بتكلم عليها، لا الناس كلها واقفة معانا الحمد لله، واقفة كويس قوي، جماهير بلعيبه قديمه باداره بكل طبعاً حاجه، طبعا كله واقف لان مش من المنطق ان زي ما بقف جنبك وبفرح في الاوقات السعيده والاوقات الحلوه، في الاوقات دي اوقات الشده دي بالعكس انا اول واحد واقف في ظهرك، زي ما زي ما معاه مجلس اداره بس. اول ناس واقفه ورا مستر كالترون وورا الفريق، هو ده الصح. بما فيهم كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويرجع بألف سلامة. لا واقف ومتابع وكل حاجة لحد آخر لحظة. في الوقت إن الحديث لو مستر كارترون اتغلب هيمشي من النادي الأهلي. كلام كتير قوي.
كلام كتير وناس حطوا على فكره كلام وضغوط وناس حطوا اجهزه كمان يعني انت متخيل كتبوا اجهزه وكل حاجه يعني لكن كل ده كلام يعني عشان كده بقول لك مباراه بكره تعديها اللي انت بتتكلم فيه ده هتلاقي كل الناس هديت خلاص في هدوء هيحصل الناس تقول الحمد لله وعدينا وكده وتبدا تبص للاخطاء اللي عندك بس ايه وانت هادي وانت فرحان دايما لما تيجي تعالج خطا ما تعالجوش وانت مشدود وقرفان هتعالجه ازاي لسه قبل الحلقه كان في اهداف ليك شايفها ومباراه حلوه شغاله على المصري على الهواء بتاعه المصري واداء ودايما كره النادي الاهلي تعودناش على الكره الطوليه تعودنا على الكره القصيره والباص والاستحواذ هو ده هل غير كارتيرون من طريقه اداء النادي الاهلي هاخد كلامك كله لكن عندي تقرير